بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي التلاميذ، ها نحن اليوم نلتقي في حصة جديدة. الميدان فهم المكتوب، قراءة ودراسة النص. الموضوع الشريد، الوضعية المشكلة. عندما يرحل الضياء ويحل الظلام تصبح الأزقة والشوارع ملاذا لأشخاص يتخذون من مداخل العمارات والحدائق مأوى لهم، فيفترشون الأرض ويلتحفون الأغطية البارية بحثا عن دفء الأسرة التي حرموا منها. فمن يكونون وما هي الأسباب التي دفعتهم إلى الشوارع؟ إذن هذا ما سنراه في نصنا اليوم بعنوان الشريد. افتح عزيزي التلميذ الكتاب صفحة 22. أطلت الآلام من جحره ولفت الأسقام في طمره، مشرد يأوي إلى همه إذا أوى الطير إلى وكره. ما ذاق حلو اللثم في خده ولا حنان المس في شعره، ولا حوته الأم في صدرها ولا أب ناغاه في حجره. والوجه لليأس به نظرة يقذفها الحقد على دهره، لا يجد المأوى ولو رامه أحاله الدهر على قبره. إذا هوى الخلق وضاع الحجى فكل شيء ضاع في إثره. من يصلح الأسرة يصلح بها ما دمر الإفساد في قطره. جناية الوالد نبذ ابنه، جناية الوالد نبذ ابنه في عسره إن كان أو يسره. البيت صحراء إذا لم تجد طفولة تمرح في كسره. وأنقذ الطفل فما ذنبه إن جمح الوالد في خسره. وعلموه عملا صالحا يشد إن كافح من أزره. إذن عزيزي الطالب، عما يتحدث الشاعر في هذا النص؟ إذن يتحدث الشاعر في هذا النص عن معاناة شريد. إذن كيف تبدو حياة هذا الشريد؟ تبدو حياة هذا الشريد مزرية وقاسية نظرا للعوامل الاجتماعية الصعبة التي واجهته. إذن أذكر أسباب التشرد أو الأسباب التي دفعت بالطفل إلى التشرد. إذن من أسباب التشرد هموم الحياة وحرمان عطف الوالدين. إذن تحدث الشاعر كذلك عن دور الأسرة في صلاح الفرد. إذن دور الأسرة في صلاح الفرد، من يصلح الأسرة يصلح بها ما دمر الإفساد في قطره. وهذا وهنا نستنتج أن صلاح المجتمع من صلاح الأسرة، بمعنى إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. إذن عزيزي الطالب، لخص مضمون القصيدة في فكرة عامة. إذن الفكرة العامة التي تناسب هذا النص هي معاناة الطفل من وطأة التشرد وقساوة الحياة. معاناة الطفل من وطأة التشرد وقساوة الحياة. الفكرة العامة، معاناة الطفل من وطأة التشرد وقساوة الحياة. إذن الآن عزيزي الطالب نعود إلى القصيدة ونقسم القصيدة إلى أبيات. إذن أطلت الآلام من جحره ولفت الأسقام في طمره، مشرد يأوي إلى همه إذا أوى الطير إلى وكره. ما ذاق حلو اللثم في خده ولا حنان المس في شعره، ولا حوته الأم في صدرها ولا أب ناغاه في حجره. إذن ما الذي زاد من معاناة الشريد؟ إذن الذي زاد من معاناة الشريد هي الآلام والأسقام. تحدث الكاتب عن ازدياد هم هذا الطفل الشريد، بمعنى متى يزيد همه؟ يزيد همه ليلا،
بحيث يأوي جميع الأطفال إلى أسرهم وإلى بيوتهم في ولكن هذا الطفل لا يجد مأوى يأوي إليه. إذن ما الذي افتقده هذا الطفل الشرير؟ إذن افتقد حنان الأم، افتقد حنان الأم. والدليل على ذلك قول الشاعر: ولا حوته الأم في صدرها ولا أب ناغاه في حجره. إذن عزيزي التلميذ، من يلخص لنا هذه الأبيات في فكرتنا أساسية؟ إذن الفكرة الأساسية هي الشريد بين الآلام، أو الشريد بين آلام الأسقام وهموم فقدان الوالدين. الشريد، الفكرة الأفكار الأساسية، الأفكار الأساسية. الفكرة الأولى، الشريد بين آلام الأسقام وهموم فقدان الوالدين. شرح المفردات. إذن نذهب الآن إلى البيت الخامس والسادس. والوجه لليأس به نظرة يقذفها الحقد على ظهره، لا يجد المأوى ولو رامه، أحاله الدهر على قبره. إذن ما معنى كلمة رامه؟ رامه، رامه بمعنى طلبه، طلبه، طلبه. إذن نوظف هذه الكلمة في جملة مفيدة، نقول: حقق التلميذ النجاح الذي رامه، حقق التلميذ النجاح الذي رامه. إذن عزيزي الطالب، عما تعبر نظرات وجه هذا الشريد؟ إذن تعبر نظراته عن الحقد واليأس. إذن هل وجد المأوى الذي طلبه؟ لا، لم يجد المأوى الذي طلبه، ولكن ما هو المأوى؟ المأوى المضمون له. إذن المأوى المضمون هو القبر. إذن من يلخص لنا هذه الأبيات في فكرة؟ نقول: المعاناة تحول الشريد إلى حاقد ينتظر مأواه. المعاناة تحول الشريد إلى حاقد ينتظر مأواه. إذن نذهب الآن إلى البيت السابع وصولا إلى البيت العاشر. إذا هوى الخلق وضاع الحجى فكل شيء ضاع في إثره. الحجى كلمة مشروحة بمعنى العقل. من يصلح الأسرة يصلح بها، ما دمر الإفساد في قطره. جناية الوالد نبذ ابنه، جناية الوالد نبذ ابنه. ما معنى كلمة نبذ؟ نبذ، نبذ، نبذ. إذن نبذ هو ترك. إذن من يوظف كلمة نبذ في جملة مفيدة؟ نقول: ترك المعاصي خوفا من الله عز وجل واجب على كل فرد. ترك المعاصي خوفا من الله عز وجل واجب على كل فرد. إذن ماذا يضيع إذا ضاع العقل؟ إذن إذا ضاع العقل يضيع كل شيء،
وذلك في قوله إذا هوى الخلق وضاع الحجة فكل شيء ضاع في إثره. إذن ما فائدة إصلاح الأسر؟ إذن فائدة إصلاح الأسر هي أننا نصلح بها ما دمر الإفساد. ما سبب التشرد؟ إذن سبب التشرد هو جناية الوالد في ترك ابنه. إذن من يلخص لنا هذه الأبيات في فكرة أساسية؟ هي دور الأسرة في الحد من آفة التشرد. دور الأسرة، دور الأسرة في الحد من ظاهرة التشرد. التشرد. إذن نكمل الفكرة الرابعة هنا. إذن نذهب الآن إلى البيتين الأخيرين. وأنقذ الطفل فما ذنبه إن جمح الوالد في خسره، وعلموه عملا صالحا يشد إن كافح من أزره. إذن بما أمرنا الشاعر؟ أمرنا الشاعر بإنقاذ الطفل. أمرنا الشاعر بإنقاذ الطفل. إذن كيف يكون ذلك؟ بتعليمه عملا صالحا. يكون ذلك بتعليمه عملا صالحا. إذن ما هي الفكرة الأساسية؟ الدعوة إلى تعليم الأطفال لإنقاذهم من التشرد. الدعوة إلى تعليم الأطفال لإنقاذهم من التشرد. إذن عزيزي التلميذ، إذن كما تعودنا أن كل نص يحمل قيما تربوية، إذن هذا النص حمل عدة قيم تربوية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القيم التربوية للنص: أولا قيمة اجتماعية دينية في قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن هذه القيمة الأولى. القيمة الثانية نقول صلاح المجتمع من صلاح الأسر، بمعنى إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. إذا صلحت كذلك قيمة اجتماعية. إذا صلحت الأسرة صالح المجتمع. والآن عزيزي التلميذ ننتقل إلى البناء الفني. إذن السؤال المطروح أو أول سؤال: ما نوع النص حسب رأيك؟ ما نوع النص؟ إذن البناء الفني، أولا ما نوع النص؟ قلنا نوع النص هو نص شعري. إذن ما الذي يميز بين النص الشعري والنص النثري؟ هو أن النص الشعري هو ذلك النص الذي يتقيد بالوزن والقافية. إذن نص شعري لأنه تقيد بالوزن والقافية. إذن ثانيا نلاحظ أن أي نص يعتمد على أنماط. إذن ما هي الأنماط
التي اعتمدها الشاعر في هذه القصيدة. إذن لما نقرأ القصيدة نلاحظ أن الشاعر ذكر لنا توالي الأحداث، بمعنى أنه ذكر لنا المعاناة التي يعاني منها هذا الشريد، بماذا؟ بإيوائه إلى الشارع، بمعاناته، بطلبه منا الإنقاذ إلى غير ذلك. وبالتالي نلاحظ أن الشاعر اعتمد على النمط السردي، اعتمد الشاعر على النمط السردي. ما هي مؤشرات النمط السردي؟ قلنا ذكر الأفعال الماضية، تتابع الأحداث، ذكر الإطار المكاني إلى غير ذلك. كذلك هل اعتمد الشاعر على النمط السردي فقط؟ لا، بل اعتمد كذلك على النمط الوصفي، وذلك بوصفه لمعاناة هذا الشريد وإيوائه إلى الشارع. من مؤشراته أفعال المضارعة الدالة على الحال، من مؤشراته كذلك الصفات والأحوال إلى غير ذلك. زين، كذلك في البيتين الأخيرين يقول الشاعر: وأنقذ الطفل فما ذنبه إن جمح الوالد في خسره، وعلموه عملا صالحا يشد إن كافح من أزره. إذن على ما يدل الأمر في هذين البيتين؟ إذن يدل على النصح، يدل على التوجيه. إذن وجهنا الشاعر إلى إنقاذ الطفل كما وجهنا إلى تعليمه عملا صالحا، وبالتالي يدل هذا على النمط التوجيهي. النمط التوجيهي من مؤشراته أفعال الأمر، النصح، الإرشاد، استعمال أدوات النهي وغيرها. إذن نذهب الآن إلى البيت الأول. البيت الأول يقول الشاعر: أطلت الآلام من جحره ولفت الأسقام في طمره. إذن في هذا البيت صورتان بيانيتان. إذن حدد عبارتيهما. إذن أطلت الآلام من جحره، أطلت الآلام من جحره. إذن هنا صورة بيانية، شبه الآلام بالحيوان الذي يأخذ من الجحر مأوى له، حذف المشبه به وهو الحيوان وترك قرينة دل عليه وهي جحره. إذن الصورة البيانية الثانية وهي لفت الأسقام في طمره، إذن نوع هذه الصورة هي مجاز مرسل علاقته الجزئية. إذن في البيت الثاني كذلك صورة بيانية وهي مشرد يأوي إلى همه. إذن ما نوع هذه الصورة؟ كذلك صورة أو هي استعارة مكنية، شبه الهم بالمأوى الذي يأوي إليه الإنسان، حذف المشبه به وهو المأوى وترك قرينة دل عليه وهي يأوي على سبيل الاستعارة المكنية، إذن عزيزي الطالب، هذا النص هو عبارة عن قصيدة شعرية. إذن ما هو الفرق بين القصيدة الشعرية والقطعة الشعرية؟ الفرق بين القطعة الشعرية والقصيدة الشعرية هي أن القطعة الشعرية تتكون أبياتها ما بين 3 و6 أبيات، بمعنى إذن من 3 إلى 6 أبيات. أما القصيدة الشعرية
فما كانت أبياتها من سبعة أبيات فما فوق. إذن أعزائي التلاميذ، إلى هنا ينتهي لقائي بكم اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.